شرفنا ومنورنا كابتن اسامه. ازيك يا اسامه؟ وحشنا حبيبي والله. الذكريات الحلوه بقى في طبعا ياه على قمه الاهلي والزمالك وحلاوتها. من المباريات ما تنسيش. من احلى المباريات يا اسامه اللي تحب انك انت تلعبها. اولا جماهيريا وتحضيريا ووسائل الاعلام وكمان النجوم بقى، يعني نجوم القمه في الاهلي والزمالك نجوم ليهم تاريخ، يعني انا عشرت يمكن ثلاث اجيال. هنتكلم عن الاجيال كلها وذكرياتك مع مباريات القمه، لكن برحب بضيفي واحد ايضا من نجوم النادي الاهلي الكبار كابتن احمد ابو مسلم. وحشنا كابتن ابو مسلم. حبيبي انت فين مختفي على انظار ليه؟ لا موجود والله، بس كنا شغالين بس في الدوري في ممتاز بيه مع كابتن ربيع ياسين في بتروجيت. مبسوط طبعا اللي معاك ومع كابتن طبعا كابتن ماهر طبعا. حبيبي ابو مسلم توفيق ان شاء الله. ربنا يخليك. كابتن ماهر قول لي بقى، ما شاء الله مباريات قمه كتير لعبتها في العصر الذهبي، ذكرياتك مع مباراه القمه واحلى كمان مباراه لعبتها ما تقدرش تنساها. عارف اسامه من المراحل السنيه من الناشئين كده مباراه الاهلي والزمالك بيبقى ليها طابع خاص بصراحه يعني. والجماهير الزمالك والاهلي بيتابعوا من القاعده تحت وحافظين اللعيبه، يقول لك مثلا ابو مسلم ده هيبقى يوم من الايام من اللعيبه الاساسيه في النادي الاهلي منتخب مصر، اسامه حسني ده هيبقى من اللعيبه، يعني جماهير الاهلي والزمالك حافظين اللعيبه من مراحل السنيه وبناء عليه بتفضل ماشيه معاك بقى. فعلا افضل مباريات لعبتها وانا في المراحل السنيه كانت اهلي وزمالك. لما طلعت بقى مع الفريق الاول كمان بقت العظمه في لقاء القمه طبعا انك انت بتقابل نجوم عظام كنت بتتفرج عليهم. يمكن انا لعبت مع الفريق الاول وانا صغير في السن تحت 19 سنه، وطبعا كان عظماء جيل السبعينات موجود، يعني تيم كامل اسامه معظمهم كمان قوام منتخب مصر. لو مسكنا مثلا من حراسه المرمى كابتن اكرامي وثابت البطل، وبعدين بكره احمد عبد الباقي منتخب مصر، كابتن حسن حمدي منتخب مصر، مصطفى يونس، فتحي مبروك، ثلاثه نص ملعب جمال عبد العظيم، طار الشيخ، مختار، ثلاثه فراوده مصطفى عبده، اسماء كبيره كلها منتخب مصر، الخطيب زيزو، فكل دول كانوا قوام منتخب مصر. وطبعا واستمروا مع بعض جيل السبعينات، استمروا اكتر من حوالي يمكن 15 سنه نجاحات. يعني انا زي ما قلت لك يا سما انا لعبت 11 سنه، لعبت 22 مباراه قمه في الفتره دي، ولعبت يمكن مباراتين او ثلاثه كؤوس. فعايز اقول لك يعني المباريات كلها كانت كبيره جدا، كانت منتهى الصعوبه، والحمد لله رب العالمين يا سما ان احنا ما خسرناش في الفتره دي كلها يمكن مباراة واحدة اللي هي مباراة عبد الرحيم واحمد عبد الحليم 2-0 وبس. افتكر في الفترة دي كلها الحمد لله ان الاهلي ما خسرش يعني اي مباراة من الزمالك.